أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العلي العظيم. ذكرنا في الأسبوع الماضي بعض الشيء عن قصة موسى والخضر على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام، وأن هذه القصة الهامة المليئة بالعبر
تتضمن وتثير تساؤلات عند المؤمنين. كيف يمكن أن يكون شخص في زمن موسى وهو الخضر أعلم من موسى، والخضر نبي غير رسول على المشهور والذي عليه التحقيق، وموسى نبي رسول من أولي العزم، ثم كيف لم يتمكن موسى أن يصبر على أفعال الخضر؟ وتساؤلات من هذا القبيل. وذكرنا جوابا واحدا على هذه التساؤلات بالتفريق بين عالم التكوين وعالم التشريع. لم يكن هناك تناقض بين الموقفين، موقف موسى وموقف الخضر، إنما كان هناك اختلاف في الأدوار. حالهما حال الاختلاف في الأدوار في أي نظام من الأنظمة العادلة. هذا الجواب الأول. هناك أجوبة أخرى على هذه التساؤلات. الجواب الثاني، أنه هذه القصة كانت تمثيلا وتصويرا من موسى والخضر، لم تكن مواقف واقعية، إنما تمثيل تصوير. لوجود فوائد جمه وهامه لآثار هذه القصة، هذا التمثيل. ربما يقال بأنه كلمات هذه الآيات المباركة تأبى عن هذا التفسير، أن القضية كانت تمثيلية. لا، قضية كانت واقعية، كان هناك صدام واقعي. قد يقال بأن الكلمات تأبى عن كون هذا الموقف وهذه المواقف تمثيلية. لاحظوا، لعله كلكم أو أكثركم، حتما الذي يعيش في هذه البلاد، قد رأى مرات وكرات التشابيه في أيام عاشوراء، عندما يشبه البعض، يمثل البعض مواقف ولقطات من عاشوراء. هذا يمثل دور أبي الفضل العباس، ذاك يمثل دور القاسم، الآخر يمثل دور حبيب سلام الله عليهم. عندما شخص يمثل دور شخص أو دورا معينا، يصور نفسه كأنه هو، الكلمات نفس الكلمات، قدر استطاعته يحاول أن تكون، حتى حركاته إلى حد يتمكن ويفهم تكون مطابقة بما ورد في الرواية الشريفة لقصة عاشوراء. التمثيل معناه هذا أصلا، التصوير، تصوير موقف، تشبيه موقف، معناه هذا، أن الصورة الظاهرية بالضبط قدر استطاعته طبعا تكون موافقة للصورة الواقعية. الذي يمثل دورا معينا لعاشوراء، قدر استطاعته يحاول أن يمثل نفس الدور. التمثيل معناه أن الصورة بالضبط قدر استطاعة الشخص تكون موافقة للواقع. كلمات هذه الآيات المباركة تبين أن القضية واقعية. نعم، لو كان تمثيل، لو كان تصوير، تشبيه،
بين موسى والخضر لمواقف واقعية قد تحدث للناس، فيلزم أن يصوروا ويمثلوا تلك المواقف طبقا للأصل. يعني لم يكن هناك جاهل وعالم، إنما تصوير للجاهل والعالم. موسى كان يصور كأنه لا يعرف، يمثل هذا الدور، وما أكثرها التمثيل. اقرأوا الروايات الشريفة في الأنبياء، في الأوصياء، في الملائكة، إلى ما شاء الله. التمثيل له فوائد كثيرة. جبرائيل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بصورة فلان، بصورة، بصور الطيبين وبصور الأعداء، أعداء الله سبحانه وتعالى. يريد أن يصور، يمثل. التمثيل شيء طبيعي، والتمثيل يكون قدر المستطاع موافقا للواقع. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، بعض العلماء رأى هذا الجواب، يقولون لا، القضية ما كانت تمثيلا، كانت واقعية، ولكن في هذه القصة موسى ليس هو موسى بن عمران، وإنما شخص آخر. شخص آخر كان يسمى باسم موسى. الآيات المباركة أيضا لا تقول إنه كان موسى بن عمران، كان موسى بن عمران، تقول موسى. قال موسى لفتاه، موسى من هو؟ قد يكون موسى بن عمران هو صاحب القصة، قد يكون شخص آخر. حتى لا نكون في هذا الضغط، في هذه الانعطافة الصعبة لعلها عند بعض العلماء أن يفسروها، وهذا شيء ممكن. إسماعيل، تعلمون إسماعيل ابن إبراهيم، ولكن كان هناك نبي ورسول اسمه إسماعيل غير إسماعيل ابن إبراهيم. عادة يعبر عنه بإسماعيل صادق الوعد، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هذا شخص آخر اسمه إسماعيل، ولكن شخص آخر هذا حسب الرواية الشريفة. بل لعله المستفاد من الآية القرآنية كان رسولا نبيا، لأن البعض يقولون إسماعيل ابن إبراهيم كان نبيا ولم يكن رسولا. الآية القرآنية تقول هذا إسماعيل هذا رسول نبي، هذا رسول، فحتى الآية القرآنية لعلها تدل على أنه شخص آخر اسمه إسماعيل. فموسى صاحب الخضر، صديق الخضر، لم يكن موسى بن عمران، إنما كان موسى آخر. هذا الجواب الثالث الذي ارتضاه بعض العلماء. الجواب الرابع، لا، قالوا لا، موسى هو موسى بن عمران، والقضية ليست تمثيلية، واقعية. إذن كيف يكون شخص أعلم من موسى؟ موسى بن عمران هذا. أسأل منكم سؤالا، هل يوجد موسى بن عمران هو من أولي العزم؟ هل يوجد من هو أعلم وأفضل وأفهم من موسى، من نوح، من إبراهيم، من عيسى؟ الجواب واضح، نعم، يوجد من هو أفضل وأعظم وأفهم وأعلم من هؤلاء الأربعة. ما
محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم على محمد وآل محمد. الذين يجيبون بهذا الجواب يقولون موسى بن عمران هنا كانت له مواقف نحملها على الظاهر، الظاهر أنها مواقف واقعية ليست تمثيلية. موسى حسب الظاهر هو موسى بن عمران ليس موسى آخر، وكان هناك شخص أعلم من موسى كان يعلم أشياء خفيت على موسى. من يكون ذلك الشخص؟ ذلك الشخص اسمه الخضر. إذا أردنا أن نعرف واقع الأمر يلزم أن نعرف من هو الخضر. الخضر كما ورد اسمه تاليا، وبينه وبين نوح ثلاثة آباء أو أربعة آباء، يعني جدا قريب من زمن نوح. لا، لعله ولد في زمن نوح، يعني حفيد وحفيد حفيد وحفيد نوح. في عصورنا الشخص يعمر 100 سنة، أقل من 100 سنة أحيانا يرى حفيد حفيده أو ابن حفيد حفيده، يعني بينه وبين نوح ثلاثة أو أربعة. لا بأس. من هو هذا الخضر؟ ما هو دوره؟ ما هي واجباته؟ الأعلم من موسى من هو؟ آل محمد صلوات الله عليه. هنا الخضر صار أعلم من موسى. ما القضية؟ القضية اقرأوا الروايات الشريفة التي تتحدث عن هذا الشخصية، عن الخضر، روايات عديدة طبعا. الخضر يستفاد من بعض الروايات الشريفة أن من أهم أدواره، إن لم نقل أهم الأدوار، إن لم نقل الدور الوحيد، اقرأوا الروايات الشريفة انظروا تستفيدون هذا المعنى أم لا، أن على الأقل من أهم أدواره أن يكون يوظف كل حياته لخدمة آل محمد. وجوده في هذه الدنيا، طول عمره في هذه الدنيا، القضية قضية مرتبطة بأهل البيت. إذن كيف صار هنا الخضر أعلم من موسى؟ الجواب على ذلك، الخضر عبر عنه بأنه في تلك العصور الناطق الرسمي باسم آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في تلك العصور هو مرتبط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ينطق على لسان أمير المؤمنين، همه خدمة أهل البيت، واجبه أداء بعض الأدوار لإفهام الناس مقامات أهل البيت، هذا واجبه. وهذا تفسير طبعا من تفاسير الحديث الشريف الوارد عن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول أنا الخضر عالم موسى. في بعض النسخ معلم موسى، المعنى واحد، عالم موسى يعني العالم الذي كان مع موسى في تلك القصة.
أنا. طبعا هذه الرواية الشريفة لها معاني ثانية أيضا لعلها أرفع مما ذكرته أنا، ولكن من معاني هذه الرواية الشريفة أن الخضر كان في تلك القضية ينطق عن لسان من هو أعلم من موسى. القضية ما فيها مشكلة، ينطق عن لسان من يقول الله سبحانه وتعالى عنه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، معلوم أعلم من موسى. ولاحظوا مواقف الخضر فيما يرتبط بأهل البيت. أصلا عموما اقرأوا الروايات الشريفة، الروايات لا كلام الناس، لا كلام هذا المفسر وكلام ذاك المفسر، رجما بالغيب يقولون أشياء لا علينا بهذه الكلمات. من أين علموا أن الخضر كان كذلك؟ لا علينا بهذه، إنما اقرأوا الروايات الشريفة التي تتحدث عن الخضر. أصلا عموما مواقف الخضر حسب ما ورد في الروايات الشريفة هي كلها مواقف مرتبطة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. عندما استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله، تعلمون صعوبة تلك الليلة على أهل البيت، ليلة بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، فجاء الخضر معزيا لأهل البيت وقال كلمات مليئة بالعواطف على ما ببالي، الرواية مذكورة في كتاب الكافي على ما ببالي في المصادر الأساسية، إما في الكافي أو مصدر آخر من المصادر، مصادر الحديث الشريف. جاء معزيا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بعد استشهاد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاء الخضر، لعل الكثير منكم قرأتم عباراته، جاء الخضر وقف على الجثمان الطاهر لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وصار يكلمه. هذه تعد من زيارات مولانا أمير المؤمنين، وردت هذه الزيارة في بعض كتب الزيارة، في كتاب الدعوة والزيارة الزيارة قطعا موجودة، أنا رأيته. خاطبه الخطاب عبارات جميلة أيضا، بدايتها رحمك الله يا أبا الحسن، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا، عبارات جميلة جدا مذكورة في بعض كتب الزيارات بعنوان زيارة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم استشهاده، لعل الكثير منكم تقرؤون هذه الزيارة. جاء ونعى أمير المؤمنين، وقف. مواقفه مع مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أول يوم صعد عمر على المنبر جاء الخضر، خاطبه بخطاب لا علينا به، له دور يريد يؤدي دوراً، ثم توجه إلى مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وسأل منه أسئلة وبين الشيء الذي كان يريد أن يبينه. مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على المنبر قال سلوني قبل أن تفقدوني، بعض المؤمنين لا كانوا مؤمنين بالفعل، ولكن بعض الجلوس الحضور في ذلك المجلس ما كانوا يستحقون هذه الكلمة، سلوني قبل أن تفقدوني، أين هم من أمير المؤمنين؟ أين هم من السؤال أصلا؟ فقام إليه الخضر وسأله أسئلة مهمة جدا، رواية جدا جميلة،
أساسا أصلا ظهور الخضر عندما كان يظهر ويبين أنه الخضر ماذا كان يعبر عن نفسه؟ الخضر له معاجز مسجلة في التاريخ، بعضها واردة في الروايات الشريفة. قدرات الخضر له قدرات كبيرة طبعا، واضح له معاجز. عندما كان يصنع معجزة، معجزة واضحة حدثت، شخص أعمى منذ ولادته بإشارة من الخضر أصبح بصيرا، سأله ذلك الرجل، معجزة واضحة بإشارة، لا بعلاج لا بشيء، فقال له من أنت؟ لاحظ، قل أنا الخضر، خلاص لا، الخضر عنده دور، قال أنا الخضر أحب علي بن أبي طالب وحبه ينفع في الدنيا والآخرة. قيمتي هذه، قيمتي بحب أمير المؤمنين. في أكثر من موقف عندما يعرف نفسه، يعرف نفسه بهذا التعريف بعبارات قريبة من هذه العبارة التي ذكرتها لكم. أقرأ لكم مقطعا من حديث شريف. في صفين سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خطب خطبة من جملة خطبه في صفين، تكلم بكلمات، هذه الرواية الشريفة موجودة في الكافي الشريف، تكلم مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بكلمات، فقام إليه رجل ما رأوه من قبل، أصحاب أمير المؤمنين ما رأوه من قبل ولا رأوه بعد ذلك، هو الخضر كان. فقال، الرواية الشريفة مفصلة لعلها قريب 10 صفحات، أنا أقرأ لكم مقاطع صغيرة. فقال لمولانا أمير المؤمنين، هذه محادثة، أمير المؤمنين تكلم بكلمات ثم خاطب أمير المؤمنين بكلام، ثم تكلم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بكلمات ثم خاطبه بكلمات، أنا أقرأ مقاطع من خطابه لأمير المؤمنين. قال له بعد أن تكلم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى، قال الخضر أنت أميرنا ونحن رعيتك، بك أخرجنا الله عز وجل من الذل، وبإعزازك أطلق عباده من الغل، يضع عنكم عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الأغلال بكم، فاختر علينا، أنت يا أمير المؤمنين أنت اختر، وأمض اختيارك وأتمر فأمض ائتمارك، فإنك القائل المصدق والحاكم الموفق والملك المخول، لا نستحل في شيء من معصيتك ولا نقيس علما بعلمك، يعظم عندنا في ذلك خطرك ويجل عنه في أنفسنا فضلك أو فضلك. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أجابه بجواب، هو قال كلام، أمير المؤمنين قال كلام في آخر مقطع من كلامه، المقطع الأخير. الرواية هكذا، خاطب هو الخضر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وقد عال الذي في صدره،
يعني في صدر الخضر بدأ يبكي الخضر، وهذا الصوت الذي في صدره علا، يعني صوت الشهيق والزفير، صار يعلو. وقد عال الذي في صدره، فقال الخضر والبكاء يقطع منطقه، من شدة البكاء لا يتمكن أن يسترسل في الكلام، وغصص الشجا تكسر صوته إعظاما لخطر مرزئته، يعني مصيبته، لعظم مصيبة أمير المؤمنين. أنت يا أمير المؤمنين، هؤلاء الناس هكذا يتعاملون معك. صار الخضر يبكي بكاء شديدا. فقال، خاطب أمير المؤمنين، قال: يا رباني العباد ويا سكن البلاد. كلمة جدا جميلة. أين يقع قولنا من فضلك؟ أنا الخضر أتمكن أن أذكر فضلك. وأين يبلغ وصفنا من فعلك؟ وأنا نبلغ حقيقة حسن ثنائك؟ أو نحصي جميل بلائك؟ فكيف وبك جرت نعم الله علينا، وعلى يدك اتصلت أسباب الخير إلينا؟ هذه عبارات الخضر. لا يقول على يدك اتصل الخير إلينا، لا، الأسباب هي على يدك، المصادر على يدك، وعلى يدك اتصلت أسباب الخير إلينا. ألم تكن لذل الذليل ملاذا؟ وهو ملاذ إلى يوم القيامة، هو الآن أيضا ملاذ، من ذل ظلما. فبمن إلا بأهل بيتك وبك أخرجنا الله عز وجل من فظاعة تلك الخطرات؟ أو بمن فرج عنا غمرات الكربات؟ وبمن إلا بكم أظهر الله معالم ديننا واستصلح ما كان فسد من دنيانا، حتى استبان بعد الجور ذكرنا أو بعد الحور، الحور يعني النقصان، وقرت من رخاء العيش أعيننا؟ هذا كله بكم. لما وليتنا بالإحسان ووفيت لنا بجميع وعدك وقمت لنا على جميع عهدك، فكنت شاهد من غاب منا. الشخص الذي يغيب أنت يا أمير المؤمنين شاهد عليه. وخلف أهل البيت لنا، وكنت عز ضعفائنا وثمال فقرائنا وعماد عظمائنا، يجمعنا في الأمور عدلك ويتسع لنا في الحق تأنيك، فكنت لنا أنسا إذا رأيناك وسكنا إذا ذكرناك. ذكر علي يسكن القلب أم لا؟ فكنت لنا أنسا إذا رأيناك وسكنا إذا ذكرناك، فأي الخيرات لم تفعل؟ يوجد خير لم تفعله أنت يا أمير المؤمنين؟ لا يوجد. فأي الخيرات لم تفعل
وأي الصالحات لم تعمل. طبعا العبارة لها تتم، هذا مقطع من عبارتي. الخضر ممثل واقف نفسه لخدمة هؤلاء الطاهرين. العالم الشاعر يقول بمناسبة مولد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين، يقول: آنست نفسي من الكعبة نور، مثلما آنس موسى نار طور، يوم غطى الملأ الأعلى سرور، قرع السمع نداء، قرع السمع نداء كندا شاطئ الوادي طوى من حرمي. نسخ التأبيد من نفي ترى، لن تراني يا موسى، تأبيد، نفي التأبيد، هذا طبعا معنى كنائي ليس المعنى معنى حقيقي. نسخ التأبيد من نفي ترى، فأرانا وجهه رب الورى، ليت موسى كان فينا فيرى ما تمناه بطور مجهدا، فانثنى عنه بكفي معدمي. إن كان في زمن أمير المؤمنين كان يرى وجه الله، من أسماء أمير المؤمنين وجه الله. نسخ التأبيد من نفي ترى، فأرانا وجهه رب الورى، ليت موسى كان فينا فيرى ما تمناه بطور مجهدا، فانثنى عنه بكفي معدمي. سبق الكون جميعا في الوجود، وطوى عالم غيب وشهود، كل ما في الكون من يمناه جود، إذ هو الكائن لله يدا، ويد الله مدر الأنعم. أبارك لكم الذكرى العظيمة العظمى الكبيرة الكبرى السعيدة بميلاد سيدنا ومولانا إمام المتقين يعسوب الدين قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى بحقه، ببركاته، بعظمته، بمقامه عنده، أن لا يفرق بيننا وبينه وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بأمير المؤمنين، بابن عمه رسول الله سيد الأولين والآخرين، بحليلته سيدة نساء العالمين، بابنيه سيدي شباب أهل الجنة، بأبنائه الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمين